بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النذر نوع من أنواع العبادة، وهو أن يلتزم المسلم عبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع. هذا هو النذر، أن يلتزم عبادة ليست واجبة عليه بأصل الشرع. والنذر الدخول فيه مكروه، الدخول فيه مكروه، لكنه إذا نذر نذر بر يلزمه الوفاء، أما قبل أن ينذر فإنه يتجنب النذر. قوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. يزعم أنه إذا نذر بيجيها الخير، هذا غلط. إن النذر لا يأتي بخير، فلا تنذروا. لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء، لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. دل على أن النذر أنه مثل النفقة، والنفقة مشروعة، فكذلك النذر إذا نذر نذر طاعة يلزمه أن يفعل ما نذر. قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أي من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وإذا كان النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك، فالذين ينذرون للقبور والأضرحة والجن هذا شرك بالله، شرك أكبر، لأنهم صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لكن هل تجب عليه كفارة يمين؟ على خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه لا يجوز له الوفاء، هذا بالإجماع، لكن هل تلزمه كفارة يمين؟ على قولين، منهم من يرى أنه يكفر كفارة يمين، ومنهم من يرى أنه لا شيء عليه. وفي الحال أنهم استدلوا بحديث: لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. نعم. باب من الشرك النذر لغير الله. نعم، من الشرك النذر لغير الله من أنواع الشرك، لأن النذر عبادة، فإذا صرفها لغير الله فقد أشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة. أي نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى:
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لما ذكر الله عمل الأبرار قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالآية يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة كان شره مستطيرا. في الآية الأخرى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. نعم. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر. يوفون بالنذر، الله أثنى عليهم لأنهم يوفون بالنذر، فدل على أنه يفي بنذره إذا نذر أن يطيع الله عز وجل. في الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا هو الدليل على الوجوب. نعم. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني فيجازيكم عليه، يقارنه مع النفقة، ووعد أن يجازيهم عليهما، فدل على أنه عبادة. نعم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. نعم. إذا كونه يعلمه يعني فيثيبهم عليه، دل على أن النذر عبادة. نعم. وإلا فالله يعلم كل شيء، يعلم الخير ويعلم الشر ويعلم الطاعة ويعلم المعصية، لكن لما قرنه مع النفقة دل على أنه عبادة. نعم. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، هذا شرك في العبادة بلا ريب. فهذا مطابقة الآية للترجمة، هذا الذي ذكره الشارح. نعم. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، هذا شرك في العبادة بلا ريب. نعم. لأنه إذا صرف شيئا من العبادة لغير الله هذا شرك بلا ريب. نعم. هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. كانوا في الجاهلية إذا زرعوا زرعا فإنهم يقسمونه بين الله وبين الأصنام، فيقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فإذا أصاب نصيب الله شيء أتلفه قالوا الله غني عن هذا، وإذا أصاب نصيب الصنم شيء فأتلفه أخذوه له مما جعلوه لله، أخذوه مما جعلوه لله، فما كان جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله،
يعني إذا أصيب نصيب الله قال والله غني عن هذا، وأما إذا أصيب نصيب الصنم قالوا الصنم ضعيف وفقير، فيجبرونه من نصيب الله عز وجل. هكذا كانوا في الجاهلية. وفي والقول الثاني فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم، يعني أن الله بريء منه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فقد تركته وشركه، وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فيكون هذا تفسير الآية الكريمة على الوجه الثاني. نعم. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. نعم، هذا حكم جاهلي، وهو حكم سيء وباطل. نعم. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. كفارة، هذه كفارة الشرك. نعم. وقال: في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال في من نذر للقبور ونحوها. نعم. دهنا لتنور به، يعني زيتا أو دهنا توقد منه النار، الودك، والودك توقد منه النار، مثل المواد الحارقة، فهم ينذرون دهنا وودكا تسرج به القبور والأضرحة. نعم. وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به، ويقول إنما تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين، وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا. نعم، لأنه نذر لغير الله وعبادة لغير الله، أو باطل اتفاق المسلمين. نعم. وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. نعم. وكذلك كل ما صرف للأصنام من النفقات، ومن مثلا الكهرباء إذا نورها بالكهرباء، كل هذا باطل، هذا إعانة على الشرك. نعم. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يجبون في الدول الأخرى التي تدعي الإسلام، يجبون أموالا كثيرة من النذور، يجعلون لها صناديق عند السدنة، يجبون هذه النذور ويجعلونها موردا من موارد الدولة، والعياذ بالله، هذا من الباطل والعياذ بالله، مورد باطل. نعم. وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومنات، يأكلون أموال الناس بالباطل. لا فرق بين السادن للات والعزى والسادن للقبر، الذي يقبل النذور للقبر والذي يقبل النذور للات والعزى سواء، لا فرق بينهما، لأنه نذر لغير الله وإعانة على معصية الله. نعم. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله،
نعم. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ نعم، المجاورين لهذه القبور يعتقدون فيها ويعكفون عندها أياما ومددا، يطلبون منها قضاء حوائجهم. هذا مثل الذين قال فيهم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه: ما هذه التماثيل؟ سؤال إنكار، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعكفون عندها رجاء بركتها وخيرها؟ قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعل. ما لهم حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم يفعلون هذا، اقتدوا بآبائهم، ما عندهم برهان إلا التقليد الأعمى. وهذا الذي عند عباد القبور، ما عندهم إلا مثل ما عند الذين خاطبهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ما عندهم إلا أنهم يقولون: وجدنا آباءنا لها عابدين. نعم. والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه، قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. نعم، لما أغرق الله فرعون، لما خرج موسى ببني إسرائيل من مصر فارا بهم من فرعون وقومه، علم فرعون بخروجهم فتبعهم وهو وجنوده، وانتهوا إلى البحر. فالذين مع موسى عليه السلام قالوا: ماذا نصنع الآن؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاك البحر، فلما ضربه تجمد وصار طرقات على عدد قبائل بني إسرائيل، فسلكوا معه طريقا يبسا. فلما تكاملوا خارجين دخل فرعون وقومه في أثرهم، فلما تكاملوا داخلين أطفقه الله عليهم فغرقوا جميعا. بنو إسرائيل ما زالت عندهم بقايا من الاعتقاد الفاسد، لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، إلى آخر الآيات. هذا من العجاب والتشبه، البلاء في التشبه، هذا هو الذي فيه البلاء، نسأل الله العافية. التشبه بالكفار، تقليد الكفار، هذا فيه البلاء. قد يكون تشبههم بهم في الشرك والكفر والعياذ بالله، لأنهم يرون أن ما هم عليه كمال وأنه مدنية وحضارة إلى آخره. نعم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية. نعم، النذر للسدنة اللي عند هذه القبور يحرسونها، والنذور التي تجعل في صناديقهم وترصد، كلها من جنس ما سبق به المشركون من قبل، كلها نذور لغير الله، عبادة لغير الله، أكل للمال بالباطل. نعم،
فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية. نعم، نذر معصية، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها. صلبان جمع صليب، وهي ما يعبده النصارى من صورة المسيح مصلوبا بزعمهم، أن المسيح ما قتل ولا صلب، لكن بزعمهم أنهم قتلوه، أن اليهود قتلوا المسيح وصلبوه وسمروه على الخشبة، فهم هؤلاء مثلهم. نعم. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها، أو لسدنة الأبداد التي في الهند. أو لسدنة الأبداد. الأبداد. نعم. نعم. أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها. نعم، السيخ وهؤلاء واللي يعبدون البقر في الهند، ويعبدون البوذا، يعبدون البوذيون يعبدون بوذا، صورة صنم منحوت على شكل رجل، ويعبدونه من دون الله، يسمون البوذيين. نعم. والسيخ يعبدون البقر. نعم. وقال الأذرعي في شرح المنهاج، وأما الشافعية. نعم. وقال الأذرعي في شرح المنهاج، وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ، أو على اسم من حلها من الأولياء، أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. نعم، يعني نذر في معصية الله. نعم. فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب. يظنون أنه إذا نذر للقبر أو للضريح أو لمكان الولي والصالح عندهم، أن ذلك يدفع عنه البلاء وينفعه، وأنه يجلب له الولد، وأنه إذا كان لا يولد له، إلى آخره، من اعتقادات الجاهلية. نعم. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى يعني من الأمراض. نعم. حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح. نعم، ينذرون لبعض الأحجار. لماذا؟ ما هم ينذرون للحجر، يقولون لأنه استند إليه رجل صالح فيما مضى، يعظمون هذا الحجر من أجل هذا الصالح المزعوم الذي استند إليه. نعم. وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ينذرون للأضرحة أنواع السرج من الزيت والشحوم التي تذاب وينور منها المصابيح عند القبور، النذر إلى هذه الأشياء هذا نذر للأصنام. نعم. وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، والشموع اللي جمع شمعة، وهي التي الفتيل الذي يكون من الزيت ويوقد على رأسه بالنار ويسرج للحاضرين، وهذا موجود الآن، الشموع موجودة. نعم. وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك
أنه يحصل به الغرض المأمول من يعني يتواصون فيما بينهم أن المحل الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنه إذا نذرت له تحصل على مطلوبك وتقضى حاجتك. نعم. ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني وحصول المطلوب وقضاء الحاجة لا يدل على الجواز، قد يكون هذا من الابتلاء والامتحان والاستدراج، ومن الاستدراج والابتلاء والامتحان، فلا يجوز، ما يقال أنه حصلت الحاجة وهذا دليل على جواز ذلك، الدليل من الكتاب والسنة لا من كونه يحصل المطلوب. نعم. ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات. نعم، وقد يحصل المطلوب من باب الاستدراج، الذي جاء الذي أعطى المطلوب هو الله عز وجل، لكن أراد بذلك استدراجهم وابتلاءهم. نعم. فحصول المطلوب لا يدل على الجواز، الدليل من الكتاب والسنة. نعم. من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازات، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه. نعم، لأنه شرك. نعم. بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا. نعم. ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام. نعم. ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه. لا يجوز إسراج المقابر وإضاءة المقابر، لأن هذا يسبب تعظيمها والتعلق بها، يسبب تعظيمها والتعلق بها. نعم. فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا. نعم، قلنا إن حصول المطلوب لا يدل على الجواز، قد يحصل المطلوب إما أنه صادف قضاء وقدر، وإما أنه استدراج من الله وإمهال من الله عز وجل وابتلاء. نعم. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: نعم، النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا. مش حاجة الميت لها بهذه الأشياء، ميت ميت ما تصل إليه هذه الأشياء ولا تنفعه. نعم. ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء كذا، أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع. نعم، لأنه نذر لغير الله. نعم. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق. هذا كلام الشيخ قاسم. نعم. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. نعم. ومنها أن المنذور له ميت، والميت لا يملك. نعم. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله،
واعتقاد ذلك كفر. نعم. إلى أن قال إذا إلى أن قال يعني الشيخ قاسم. نعم. إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. نعم. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه، وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي. نعم، البدوي هذا في مصر، قبر البدوي في مصر، يحصل عنده من الشرك ومن صرف الأموال والذبح عنده والاعتكاف عنده الشيء الكثير والعياذ بالله، ولا يزال ولا يزال على بل يزيد. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء. صنع الله الحلبي هذا من أهل مكة وهو حنفي، له كلام جيد في إنكار الشرك، وكتابه مطبوع الآن، كتابه الآن مطبوع. نعم. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي بالرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء، فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا. وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره، لأنه نوع من أنواع العبادة. وإذا كان النذر من أنواع العبادة فصرفه لغير الله شرك. نعم. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نعم. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله عن عائشة، قال المؤلف في الصحيح، لقد يريد في الصحيحين البخاري ومسلم، وقد يريد أحدهما يعني في الحديث الصحيح. نعم. قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها، وابنة الصديق رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، يعني عقد عليها وهي ابنة 7 سنين، فدل على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولو كانت دون التمييز إذا وجد لها كفءاً، لأن أبا بكر زوج عائشة وهي بنت 6 سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن الأب له ذلك. نعم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 7 سنين، ودخل بها وهي ابنة 9، وهي أفقه النساء مطلقا. نعم، يعني منحها الله الفقه في الدين لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونباهتها وذكائها. نعم. وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكابر الصحابة يرجعون إليها ويسألونها عما أشكل عليهم فتجيبهم رضي الله عنها. نعم. وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف. نعم، خديجة هي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده كلهم من خديجة، اختلف العلماء أيهما أفضل عائشة أو خديجة، والصواب أن كل منهما لها فضائل، كل منهما لها فضائل. نعم. ماتت سنة 57 على الصحيح. نعم. قوله من نذر أن ماتت عائشة يعني. نعم. قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي
فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء لأنه واجب، لأنه إذا نذر نذر طاعة وجب عليه أن يفعله. نعم. من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليفعل ما نذره من طاعة الله. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، كأن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. نعم. النذر نذر الطاعة على قسمين، نذر منجز هذا يجب عليه أن ينفذه في الحال يتمكن، ونذر معلق على شرط هذا لا يجب عليه تنفيذه إلا إذا حصل الشرط الذي علقه عليه. نعم. وقد أجمع العلماء إن شفى الله مريضي لا أتصدق بكذا أو أعمل كذا، فإذا حصل الشرط وشفي مريضه يجب عليه تنفيذ ما نذر. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه، فإن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم، وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يجب عليه الوفاء به. هذا مذهب أبي حنيفة، لكن الجمهور على خلاف. العموم النذر نذر الطاعة يجب الوفاء به عموما من دون تفصيل. نعم. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. ومن نذر المعصية أن ينذر للقبور والأضرحة وغير ذلك. نعم. قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، زاد الطحاوي وليكفر عن يمينه. نعم. وزاد رواية عند الطحاوي الإمام المحدث رحمه الله وليكفر عن يمينه، فزاد أنه لا يفعله ولكن يكفر عن يمينه كفارة يمين. نعم. لأن النذر بمنزلة اليمين. نعم. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية. نعم. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية. حافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم اتفقوا على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، واختلفوا هل تجب كفارة أو لا على قولين. نعم. وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا. وتقدم وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره يؤيده، ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوف بنذرك. إذا نذر مباحا، إذا نذر شيئا مباحا فهل يلزمه الوفاء؟ إذا نذر عبادة هذا يجب عليه الوفاء به، لكن إذا نذر شيئا مباحا فهل يجب عليه الوفاء أو لا على قولين. أحدهما يجب، بدليل هذا الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إنك إذا قدمت من سفر أو من سفر كذا أن أضرب على رأسك بالدف، فأمرها أن تفي بنذرها. نعم. وأما نذر اللجاج والغضب، نعم، فهو يمين عند أحمد فيخير بين فعله وكفارة يمين. نذر اللجاج والغضب، اللي نذر وهو غضبان، نذر وهو غضبان هل يجب عليه الوفاء به أو لا على قوله. نعم. وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد فيخير بين فعله وكفارة يمين. نعم. لحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي. سعيد بن منصور في سننه، سنن سعيد بن منصور، ولا يوجد منها
إلا أجزاء يسيرة. نعم. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله. إذا نذر أمرا مكروها كنذر الطلاق، الطلاق مكروه، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، إذا كان من غير سبب ومن غير فإنه مكروه. إذا نذر أن يطلق زوجته فإنه يكفر، لا يطلقها لكن يكفر عن يمينه. نعم. فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله، ولا يفعل يعني ولا يطلق. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم، لقوله تعالى: يوفون بالنذر، يعني الأبرار. وما نذرتم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، قرنه مع النفقة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. وهذا وجه عقد الباب للنذر، أن النذر عبادة، فإذا نذر لغير الله فهذا شرك. نعم. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، لكن عليه كفارة أو لا، هذا محل الخلاف، وأما أنه لا يجوز الوفاء به هذا مجمع عليه. نعم. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نعم، وهذا من أنواع العبادة، الاستعاذة من أنواع العبادة. نؤجل هذا إلى الدرس القادم بعد الحج إن شاء الله، ويتوقف الدرس اليوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا اعتقاد وهو أن الناذر يخاف من أمر يصيبه في الدنيا دون غيره، فيقول: عندما يصيبه هذا الشيء إنما أصابني لعدم وفائي بنذري، فهل هذا صحيح أم أن عدم الوفاء هو ذنب من الذنوب كغيره؟ الله أعلم. المهم إذا كان نذر طاعة يجب عليه الوفاء به، إذا تركه فقد عصى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: النذر لإضاءة القبور بالزيت أو نحو ذلك، أو النذر للسدنة لإعانتهم على فعلهم، هل يعد هذا من الشرك الأكبر؟ النذر لهؤلاء هذا من الإعانة على الباطل، هذا من الإعانة لهم على الباطل، وإن كان نذر للقبر والضريح هذا شرك، أما إن كان نذر لأجل إعانتهم على السدانة وعلى خدمة القبر فهذا من الإعانة على الباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا التزم أو إذا ألزم الإنسان نفسه بشيء مباح بصيغة النذر، كأن يقول: نذر علي إن عصيت الله ألا أفعل كذا وكذا مما يحبه، هل يعد هذا نذرا وهل فيه كفارة؟ إيش يقول؟ يقول: إذا ألزم الإنسان نفسه بشيء مباح بصيغة النذر، كأن يقول: لله علي نذر إن عصيت الله ألا أشتري كذا وكذا مما يحبه، يقول: هل يعد هذا من النذر وهل فيه كفارة؟ الكفارة فيه كفارة، ولكن لا يفي، لأن هذا تحريم حلال، نذر أن لا يشتري الحلال أو لا يأكل الحلال لا يجوز هذا، عليه كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن النذر لغير الله منه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو أكبر؟ النذر من الشرك، ولا تفصل، إذا فصلت هان الأمر على الناس على عمومه. نعم. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر
أن يعصي الله فلا يعصي، خلها على عمومه لا تفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشيخ ما فصل، قال باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في بلدنا زوايا وأضرحة كثيرة، والدولة لا تمنع هذه الأشياء بل توافق عليها وتشجعها، سؤاله: هل يجوز لنا أن نكسر هذه الزوايا بحيث لا يترتب علينا ضرر في هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز إلا للسلطة، اللي بيده السلطة يزيل المنكر بيده، اللي له سلطة يزيل المنكر بيده، فيهدم القبور والأضرحة ولا أحد يعترض عليه لأنه سلطان. وأما الذي ليس له سلطة فلا، إنما ينكر بلسانه فقط ويبين للناس بلسانه، ليس له سلطة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أول ما جاء إلى العيينة فيها قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد في وقعة اليمامة، كان عليه قبة وكانوا يطوفون به وينذرون له، وكان ينكر عليهم بلسانه ولا يستطيع غير ذلك، ينكر عليهم ويقول: الله خير من زيد، الله خير من زيد، ولا يزيد على هذا. فلما بايعه الأمير، أمير العيينة بن معمر، على السمع والطاعة والمناصرة، جاء هو الأمير والأمير هدم القبة هذه بحضور الشيخ، يعني صار معه سلطة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال العبد: نذرت أن لا أتكلم مع فلان من الناس، أو لله علي نذر أن لا أتكلم مع فلان من الناس، هذا تحريم حلال ما يجوز، لا يفعله، لا يمتنع من تكليمه ويكفر كفارة يمين عن نذره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بالبدوي الذي مر ذكره؟ هل هو من السلف الصالح؟ هذا من أهل مكة، من أهل مكة، أصله من أهل مكة، وادعوا له أنه ولي وراح، ويقولون عاد، أنا ما أدري صحيح، أنه دخل في المسجد يوم الجمعة في مصر وبال في المسجد وطلع ما صلى ولا جاه عقوبة، قالوا هذا ولي، ما جاه عقوبة هذا ولي، قاموا بنوا على قبره ضريحا وعبدوه، هذا أصله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا المقابر في وسط البلد. نعم. يقول: في بلدنا المقابر في وسط البلد. نعم. ويمر في وسط المقابر طريق يمر منه الناس، سؤاله: هل يجوز لنا أن نضيء هذا الطريق الذي يمر وسط المقبرة؟ لا لا، ما يجوز، اصرفوا الطريق عن المقبرة إن أمكن، اصرفوه عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من يقول بأن بوذا نبي من أنبياء الله، ويستدل بأمور تاريخية ذكرها. من أنبياء الشيطان، ما هو من أنبياء الله، بوذا هذا من أنبياء الشيطان وليس من أنبياء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف من يدعو الناس لعبادة القبور؟ لا، يدعو الناس إلى عبادة القبور هذا مشرك، ولا تصح صلاته، ولا تصح صلاة من خلفه، فلا يجوز هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: وعندما نهيت الإخوة عن الصلاة عن مثل هذا، ردوا علي بأن الطحاوي رحمه الله قال في عقيدته: إن السلف يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر. فاجر دون الكفر يا أخي، هذا كافر ما هو فاجر، الفاجر العاصي
لمعصيته دون الكفر، هذا قصد الطحاوي رحمه الله. وهذا في الإمام خاصة، إمام ولي الأمر المسلمين، ما هو بكل فاجر، لا، ولي أمر المسلمين إذا كان عنده معاصي لا تخرجه من الإسلام تلزم طاعته والصلاة خلفه والجهاد معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا يكثر طرق أو تكثر طرق الصوفية من التيجانية وغيرهم، يقول: بعد انتهائنا بإذن الله من الدراسة الجامعية والدراسة على يديكم، كيف ندعو هؤلاء إلى التوحيد؟ ما هي الطريقة المثلى في هذا، علما بأنهم متعصبون جدا؟ دعوة، عليكم بالدعوة بالدروس والخطب والمواعظ، بينوا للناس ووضحوا لهم، ولا تملكون الهداية، الهداية بيد الله، لكن أنتم عليكم البيان والتوضيح للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يلبس لباسا فيه صليب؟ لا، ما يجوز أن يلبس لباسا فيه صليب ولا لباسا فيه صورة، ما يلبس اللباس اللي فيها صور ولا يلبس ما فيه صلب، هذا أشد، يحمل شعار الكفار في لباسه، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء وهو: اللهم اجعل الملائكة تشفع لي أو شفع في الملائكة؟ نعم، لا بأس أن يقول: اللهم شفع في نبيك، شفع في ملائكتك، شفع في الصالحين من خلقك، يطلب الشفاعة من الله، ما هو من الولي نفسه ولا من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يطلبها من الله: اللهم شفع في نبيك، شفع في فلان من الصالحين، أو لا يخصص بالاسم، يقول: شفع في الصالحين من عبادك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الراجح في مسألة التكفير عند ندر المعصية؟ هل يلزمه الكفارة أو لا يلزم؟ ما الراجح في مسألة الكفارة في ندر المعصية؟ هل يكفر أو لا؟ نعم، ورد في حديث: وكفارته كفارة يمين، لا وفاء لندر في معصية الله. وروى الطحاوي: وكفارته كفارة يمين، على هذه الرواية. نعم، نعم، هذا أحوط، بلا شك أحوط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال لي صديقي: إن قضى الله حاجتي لأعطينك كذا وكذا بغير نية النذر، يقول: هل هذا من النذر لغير الله؟ هذا وعد، وعد، ما هو نذر، هذا وعد. والوفاء بالوعد اختلف فيه، هل هو واجب وإلا مستحب؟ الأكثر على أنه مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أيهما أعظم كبائر الذنوب، البدع؟ البدع من كبائر الذنوب يا أخي، البدع من كبائر الذنوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد النهي عن الخوض في القدر، فما المراد بهذا النهي؟ الإيمان بالقدر واجب، وأما الدخول في القدر ومسائل القدر هذا منهي عنه، لأنك ما تصل إلى نتيجة في ذلك، ويحصل عندك تردد ويحصل وساوس، عليك أن تؤمن بالقضاء والقدر ويكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض من يتقرب إلى الأولياء والصالحين يستدل على ذلك بأنه قد طلب منهم شيء فحصل له هذا الشيء. ها؟ يقول: بعض من يتقرب إلى الأولياء والصالحين. السؤال وش من أول؟ بعض من يتقرب إلى الأولياء والصالحين يقول ويستدل بأنه قد حصل له ما طلبه من النفع،
سؤال قلنا لكم حصول المطلوب لا يدل على الجواز، لأنه قد يكون استدراج من الله عز وجل، قد يكون صادف قضاء وقدرا ما هم من أجل نذره. فلا، المهم أنه ما ينذر إلا لله عز وجل، لا ينذر لأحد غير الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. يقول: من حلف بالطلاق هل يعد هذا مشركا؟ المراد بحلف بالطلاق أنه علق شيئا عليه، قال إن حصل كذا فامرأته طالق، ما قال والطلاق أو بالطلاق، ما قال كذا، حروف القسم ما جاءت فيه، إنما أنه جرى مجرى القسم وإن لم يكن قسما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حلف الإنسان ألا يفعل معصية معينة ثم فعلها، إذا حلف الإنسان ألا يفعل معصية معينة ثم فعلها، يقول: هل عليه كفارة في ذلك أم تكفي التوبة؟ نعم، عليه أمران: توبة إلى الله، عليه كفارة اليمين التي حلفها لأنه خالف يمينه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي نذرت أن تضرب بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يستدل بهذا على جواز الضرب بالدف للنساء عند كل شيء وعند قدوم غائب؟ عند قدوم الغائب وفي ليلة الزفاف، الزواج إعلانا للنكاح، يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل زيارة قبر، لكن لاحظوا، بالدف ما هو بالطبل والمزمار، ما يجوز، آلات الله ما تجوز، أما الدف فهو ليس من آلات الله، هذا يعمل عند الفرح، عند الزواج لإعلان النكاح، عند قدوم الغائب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لها ارتباط بالحج لما ورد: من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ الحديث باطل وليس بصحيح، الحديث مكذوب وليس بصحيح، ولا علاقة لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. زيارة الرسول لمن كان في المدينة أو ذهب يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يزور قبر الرسول تبعاً للصلاة في المسجد فقط. أما أنه يسافر يقول: بروح أزور قبر الرسول، ما يجوز هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. يسافر إليها لأجل الصلاة فيها، لأن الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 1,000 صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما ذكره صاحب الروض المربع عن ابن عقيل رحمه الله أنه قال: إن الحجرة النبوية أفضل من الكعبة ومن الجنة ومن العرش وحملته، هل هذه مبالغة؟ هذه مبالغة ولا تقال. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من حلف بغير الله كأن يحلف بالكعبة، هل نقول له: قل لا إله إلا الله كفارة لذلك؟ نعم، لا يجوز الحلف بغير الله، لا الكعبة ولا غير الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كنت قد جمعت الصلاة جمع تقديم وبدأت بطواف العمرة ثم السعي، أثناء السعي أقيمت الصلاة
التي جمعتها سابقا، فهل أكمل السعي أو يلزمني أن أصلي مع الناس؟ صليت يا أخي، صليت وأكمل السعي وأنت مسافر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، جمعت يجوز لك الجمع لأنك مسافر، ولا تكرر الصلاة مرة ثانية، أكمل سعي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن توكل برمي الجمار مطلقا مع قدرتها على المشي إليها؟ لا، ما توكل إلا عند العذر، إما أنها عاجزة عن الرمي مزاحمة الناس، أو عاجزة عن المشي إلى الجمرات فتوكل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أحرم الولي بالصبي الصغير وحمله حال الطواف، فهل صحيح أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن الطواف يقع عن المحمول وهو الصبي لا عن الحامل؟ حسب النية، يقولون حسب النية، إن نوى الطواف عن المحمول صار عن المحمول، وإن نوى الطواف عن نفسه صار عن نفسه، حسب النية، إنما الأعمال بالنيات. لكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه يقول يحمل الطفل ويطوف به ويصح الطواف عنه وعن الطفل، يصح عنه وعن الطفل المحمول، لأنه لا دليل على أنه إنما يقع عن الطفل وهو عليه أنه يسعى بعد ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من كان صحيحا قادرا على المشي وأراد الطواف بالبيت راكبا، فهل يصح طوافه بالعربة مع قدرته على أن يمشي؟ إينا، الرسول صلى الله عليه وسلم ركب في الطواف، ركب في أثناء الطواف لما تزاحم الناس عليه وهو يطوف، ركب عليه الصلاة والسلام وهو يقدر على المشي نشيط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشترط المشي في السعي؟ هل يشترط المشي في السعي أو له أن يركب العربة؟ هذا مثل ما سمعتم الجواب، له يركب وله يمشي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا وضعت صورة عالم من العلماء على شاشة جوالي لكي أتذكره وأترحم عليه لأنه قد مات، قل هل صحيح أن هذا من الغلو والمنهي عنه؟ نعم، ما تضع الصورة، الصورة ما يجوز، ما يجوز حملها ولا الاحتفاظ بها إلا لضرورة، هذه ما هي بضرورة، ما هي بضرورة، قد يكون من الغلو، هذا يكفي أنك تدعو له تستغفر له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا نذر المسلم أنه إذا وقع في معصية معينة أنه سيصوم سنة كاملة وقد وقع بها، فهل يلزمه أن يصوم هذه السنة؟ ألا ما هو ما قصد التقرب، قصد منع نفسه من الوقوع في المعصية، يجري مجرى اليمين، يكفر كفارة يمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحيانا أدعو بعض إخواني إلى طعام فأقول لهم: بالله عليكم أن تأتوا، ثم يحلفونهم أيضا ويقولون: لا نستطيع. إذا لم يأتوا فهل تلزمني كفارة؟ هي نعم، تلزمك كفارة، لكن الشيخ تقي الدين يقول: إذا حلف أنك تجلس في هذا أو تأكل من هذا فلا يلزم كفارة، لأنه قصده الإكرام، وقد أكرمه بقوله: اجلس هنا ولا كل من هذا، حصل الإكرام ولا حاجة إلى كفارة. نعم الجمهور لا، يقولون إذا خالف اليمين عليه كفارة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المسجد يزعم أن فيه قبرا وليس أمرا أكيدا، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ الأصل البراءة، ما لم يتأكد أن فيه قبر الأصل البراءة والحمد لله،
لو في قبر تبين وعرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صبغ الحواجب للنساء من غير إزالتها للشعر هل هو جائز أم لا؟ هذا من تغيير خلق الله، هذا من تغيير خلق الله. الحواجب تبقى على ما هي عليه ولا يغير فيها شيء، لا بنتف ولا حلق ولا صبغ ولا غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: فاتتني صلاة الوتر ولم أصلها إلا في الضحى، فهل أقضيها واحدة أو ركعتين؟ لا، ما تصليها واحدة بالنهار، تصلي تشفعها. إذا كنت توتر بواحدة فقط تجعلها ثنتين ركعتين، توتر بثلاث اجعلها أربع بسلامين، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الحلف بالمصحف؟ بالمصحف لا، بالقرآن، بالسورة، كلام الله لا بس. أما المصحف ففيه جلد وفيه حواشي وفيه شيء ما هو من القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح ما يشاع أن مسجد العباس بالطائف فيه قبور؟ لا، ما فيه قبور، ما فيه قبور. يقال إنه على محل اللات، صنم أهل الطائف إنه على محل اللات، واللات قيل إنه قبر وقيل إنه صخرة، كان اللات يلت عليها السويق للحجاج، اللات تاء بالتشديد على قراءة التشديد، قيل هذا وقيل هذا والله أعلم. ولكن لما أعيد بناؤه على عهد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تشاور مع العلماء فأزاحوه عن محاذاة قبر العباس، أزاحوه إلى جهة الغرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: يوجد في بلدي، يقول: يوجد قبر بجوار بيتي تماما باتجاه القبلة. يوجد في بلدي قبر بجوار بيتي مباشرة باتجاه القبلة، يقول: وهو بعرض بيتي كله، إذا أردت أن أصلي في الغرفة ليس بيني وبينه إلا هذا الجدار، هل يجوز لي أن أصلي في هذه الغرفة صلاة النافلة؟ ما فهمت السؤال، كيف يكون بعرض البيت كله؟ كيف يكون الميت بعرض البيت كله؟ نعم. فضيلة الشيخ، هذا السؤال، يقول: حفظك الله، يوجد في بلدي قبر بجوار بيتي باتجاه القبلة، يعني بجهة القبلة. نعم. بعرض بيتي كله، يقول: كيف يكون القبر بعرض البيت كله؟ يعني الرجال طول البيت كله؟ لا أظنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لنا أن نصلي خلف الإمام الصوفي المعروف بهذا الأمر؟ إذا كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام صلى خلفه مع استبدال غيره إن أمكن، ولا تترك صلاة الجماعة. وأما إذا كانت صوفيته تخرجه عن الإسلام، كان يدعو غير الله ويذبح لغير الله، فهذا لا، صوفي أو غير صوفي ما تجوز الصلاة خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا وعدت أحدا بشيء ولم أنفذه فهل يدخل هذا في الكذب المحرم؟ هذا خلاف الوعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه من صفات المنافقين وهي محرمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل:
إذا كانت المرأة مسافرة فهل يجوز لها أن تجمع وتقصر الظهر مع العصر مع أنها جالسة في غرفتها؟ نعم، ما دامت مسافرة يجوز لها تقصر، أما الجمع إذا كان الإنسان نازلا فإنه لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، كان يقصر ولا يجمع وهو نازل في منى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل سائل من خارج هذه البلاد، يقول: رجل يعمل طباخا في إحدى بلاد الكفر وهو يطبخ لحم الخنزير وغير ذلك من الحيوانات، هل يجوز لهذا المسلم أن يبقى في هذا العمل؟ لا، ما يجوز يبقى في هذا العمل، يطبخ الخنازير، هذا يعين أهل الباطل على باطلهم، يخدمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال من امرأة تقول: أملك بيتا مكونا من وحدات سكنية أسكن بعضها وأؤجر الباقي، تقول: قمت وجعلت هذا البيت وقفا لله وكتبت ورقة بذلك وأشهدت عليه بعض أولادي وكتبت أنه وقف ريعه حال الحياة أصرفه على نفسي وبعد الوفاة أصرفه أو يصرف في أعمال الخير. سؤالها حفظك الله تقول: أتاني الآن بعض أولادي يطلبون شراء البيت مني لأنه ملاصق لهم وبحاجة إليه، فطلبت سؤالكم فما حكم بيعه عليهم مع أنني قد أوقفته؟ إذا كان وقفا منجزا فلا يجوز بيعه ولا هبته، وأما إذا كان وقفا معلقا على الموت، قالت: إذا مت فبيتي وقف، هذا حكم الوصية، يجوز لها أن ترجع فيه وأن تبيعه وأن... نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لكن عليها أن توثقه في المحكمة، ما يكفي كتابة ورقة عادية، توثقه في المحكمة، أثبت له وأضبط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أتتني رسالة بالجوال وفيها السلام عليكم، يقول: هل يلزم أن أرد عليه السلام كتابة أو يكفي أن أتلفظ بالرد؟ إذا قرأته ترد بالسلام باللفظ، إذا قرأته، وإذا كتبت إليه فرد عليه السلام حسب الجواب، هل هو كتابة ولا مجرد كلام بدون كتابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أذكار المساء متى تبدأ؟ هل صحيح أنها تبدأ بعد الزوال؟ نعم، تبدأ من بداية المساء بزوال الشمس، إذا استعمل الورد بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء، كله في المساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا رجل أؤذن في مسجد ثم أخرج وأصلي في مسجد آخر ولا أصلي خلف ذاك الإمام. نعم. يقول أنا رجل أؤذن في مسجد ثم أخرج وأصلي في مسجد آخر ولا أصلي خلف ذاك الإمام الذي أذنت في مسجده، يقول: هل يجوز فعلي هذا؟ لا، صل في المسجد الذي أذنت فيه إلا إذا كان لك حاجة توكل واحد لذلك وتروح، ما فعل، أما أنك تترك الصلاة في المسجد علشان نفسانية بينك وبين المؤذن ليس لكراهة في دينه وإنما لأمر غير ديني وإنما هو لمقاطعة، فلا يجوز لكم هذا، تصالحوا بينكم، يسمح بعضكم عن بعض، وصل المسجد الذي أذنت فيه مع الجماعة، لئلا يقولوا لماذا يخرج من المسجد، لماذا يحدث تساؤلات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول: شخص ترك الصلاة لمدة أسبوع كامل، تركها متعمدا بدون عذر، يقول: ما الواجب عليه الآن؟ يقضيها، يتوب إلى الله ويقضيها احتياطا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها امرأة متزوجة وموظفة وعندها مال، وتريد أن تذبح أضحية فتوكل والدها بذبحها في بيت أهلها، ولا يعلم زوجها بهذا الأمر، هل يجوز لها أن تتصرف هذا التصرف ولو لم يرضى زوجها؟ يجوز لها، لكن الأفضل أن تذبحها في بيتها وعند أولادها وزوجها، هذا هو الأفضل. الأفضل لها أن تذبحها في بيتها، الأضاحي تذبح في البيوت، هذا أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد الأذان مباشرة وبين الأذان والإقامة؟ بعد الأذان مباشرة ما ورد هذا، يدعو بدون رفع يدين، أما بين الأذان والإقامة فلا أعلم ما يمنع من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد وقد انتهى الناس من صلاة الجماعة، فهل لي أن أصلي أولا تحية المسجد؟ يقول: إذا دخلت المسجد وقد انتهى الناس من صلاة الجماعة، فهل لي أن أصلي أولا تحية المسجد ثم أؤدي الفريضة، أم لا بد أن الفريضة أبدأ؟ تكفي عن تحية المسجد، إذا صليت الفريضة تكفي عن تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز تأخير عقيقة المولود إلى أن يبلغ 3 سنوات؟ يبادر بها، كل ما بعد الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، هذا وقت الفضيلة، ولا يؤخرها من غير عذر، تفوت عليه الفضيلة والسنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت خلف إمام فأخطأ في قراءة سورة الفاتحة، حيث أبدل حرف الدال من قوله الذين إلى حرف الزاي، يقول: ما حكم صلاتي خلفه؟ هل أعيد الصلاة؟ علمه بهذا ما يجوز.